السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم. درسنا لهذا اليوم التصحر مفهومه وأسبابه الطبيعية والبشرية من مقرر أجا 214 للصف الثالث ثانوي. يتوقع من الطالب أن يبين مفهوم التصحر، أن يحدد على الخريطة أماكن انتشار التصحر في العالم، أن يصنف درجات التصحر، ويستنتج أسباب التصحر الطبيعية والبشرية. عزيزي الطالب، من خلال المقدمة التي أمامك، نتيجة لأعمال الإنسان وسلوكه تجاه موارد الطبيعة، تفاقم مشكلة التصحر وأصبح يمثل كارثة في العديد من الدول. فما هو التصحر؟ وما هي درجاته؟ وما هي المناطق المعرضة للتصحر أكثر من غيرها؟ وفيما تتمثل أسبابه الطبيعية والبشرية؟ ننتقل الآن إلى النشاط الأول. عزيزي الطالب، لديك دقيقة واحدة للتمعن في هذه الفقرة الموجودة أمامك. من خلال الفقرة السابقة أجب عما يلي: استنتج مفهوما للتصحر، وما هي أبرز نتائج التصحر؟ كما ذكرنا في الفقرة السابقة تعريف التصحر، التصحر هو نوعان، في ظاهره وفي جوهره. أما في ظاهره هو اتساع الصحراء وانتشار خصائصها في الأقاليم الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة. أما في جوهره فهي تدهور التربة أو الغطاء النباتي أو كليهما معا، بالإضافة إلى تناقص قدرتهما الإنتاجية. أما أبرز النتائج الناجمة عن التصحر، منها حدوث المجاعات في أرجاء مختلفة من العالم، نزوح أعداد كبيرة من البشر. ننتقل الآن إلى النشاط الثاني من خلال المستندين. مستند رقم 1، ويمثل التصحر في أراضي الأقاليم الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة وفي جميع القارات. من خلال هذا المستند يحتوي على نسب تتعلق بالتصحر في العالم. ننتقل الآن إلى المستند رقم 2. عزيزي الطالب، أمامك خريطة، هذه الخريطة تحتوي على أسباب التصحر في العالم، بالإضافة أن هناك درجات للتصحر. كما نلاحظ أن البوكسات عبارة عن أسباب التصحر في العالم، أما الألوان فهي تشير إلى درجات التصحر. كما نلاحظ أن اللون البرتقالي عبارة عن تصحر شديد جداً، أما اللون الأصفر القامج عبارة عن تصحر شديد، في حين أن الأصفر الفاتح هو تصحر معتدل، أما اللون الوردي فهو عبارة عن صحاري شديدة الجفاف. من خلال الخريطة السابقة اقرأ الرسم والخريطة ثم أجب عزيزي الطالب عما يلي: حدد على الخريطة قارات العالم الأكثر تعرضاً للتصحر، بين أسباب التصحر في قارتي أوغيانيا وأمريكا الشمالية. ما هي الأقاليم الأكثر تعرضاً للتصحر في العالم؟ ومن خلال الرسم، كم تبلغ نسبة الأراضي البعلية المتصحرة كما عرضناها سابقاً من خلال المستند؟
ننتقل إلى الإجابة، نلاحظ أن القارة الأكثر تعرضاً للتصحر هي قارة أفريقيا، في حين أن أسباب التصحر في قارة أوغيانيا تتمثل في تملح التربة والتذرية والإفراط في الرعي، في حين أن أمريكا الشمالية فهي تتمثل في الحث المائي والريحي وقطع الأشجار. أما الأقاليم الأكثر تعرضاً للتصحر في العالم هي الأقاليم الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة، في حين أن نسبة الأراضي البعلية المتصحرة هي 4.10%. إضاءات: كما نلاحظ انتشار التصحر، بلغ اتساع التصحر في العقود الأخيرة مساحة تزيد عن 60 مليون كيلومتر مربع، يعيش فيها 20% من سكان الأرض، وأصاب التدهور مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المروية والبعلية والرعوية في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة. 20% من هذه الأراضي تدهورت تربتها، أما 50% تدهور قطاعها النباتي خاصة على تخوم الصحراء. ننتقل الآن إلى النشاط الثالث. عزيزي الطالب، هناك مجموعة من الصور، كل صورة من هذه الصور المعروضة أمامك تمثل درجة من درجات التصحر. من خلاله نجيب على السؤال التالي: صنف كل صورة وبين درجة التصحر في كل واحدة منها، ثم أكمل الجدول الآتي. الصورة رقم 1، وصف الصورة: تعرضت التربة والقطاع النباتي لبعض الإفقار مع تأثير طفيف على طاقتها الإنتاجية، لذلك تصنف كتصحر طفيف، في حين أن الصورة رقم 2 تمثل تعرض التربة والنبات لتلف بسيط مما تسبب في نقص الإنتاج، وهذه تصنف ضمن التصحر المعتدل، في حين أن الصورة رقم 3 فقدت التربة الطبقات أي الآفاق الغنية بالمواد العضوية، وبذلك تتناقص كمية الإنتاج بشكل كبير فتصنف كتصحر شديد، في حين أن الصورة رقم 4 اختفاء معظم آفاق التربة وظهور طبقات الصخر وتعرض التربة للتملح الشديد مما جعل إنتاجيتها منعدمة، لذلك تصنف كتصحر شديد جدا. نستنتج مما سبق أن درجات التصحر تنقسم إلى 4 أقسام: التصحر الطفيف وهو تعرض التربة والقطاع النباتي لبعض الإفقار مع تأثير طفيف على الطاقة الإنتاجية أي بمعدل لا يتعدى 10%، في حين أن التصحر المعتدل هو تعرض التربة والنبات لتلف بسيط يتسبب في نقصان الإنتاج بنسب تتراوح بين 10% و50%. أما التصحر الشديد هو فقدان التربة لآفاقها القنية بالمواد العضوية الدبال وأفق واحد، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج بنسب تزيد عن 50% أي فوق النصف، في حين أن التصحر الشديد جدا اختفاء معظم آفاق التربة وظهور طبقات الصخر وتعرض التربة للتملح الشديد أو التلوث الشديد، مما يؤدي إلى زوال القطاع النباتي والجذب الكامل. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى النشاط الرابع. أمامك مجموعة من العبارات وهي تهتم بأسباب التصحر المتعلقة بالمناخ والتربة والموقع، منها أسباب تتعلق بالتربة، منها أسباب تتعلق بالمناخ، ومنها أسباب تتعلق بالموقع، يتم تصنيفها وفق هذا الأساس. أما الآن الإجابة
أسباب تتعلق بالتربة هي تملح التربة وانجراف التربة، في حين أن الأسباب المتعلقة بالمناخ نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار والتقلبات المناخية. أما الأسباب المتعلقة بالموقع فهي وقوع المنطقة تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع المداري. أما النشاط الخامس عزيزي الطالب فهناك مجموعة من المستندات، ركز معي لمدة دقيقة في ملاحظة هذه المستندات. من خلال المستندات أجب عن الأسئلة التالية: بماذا تسمى الزراعة في مناطق السافانا المدارية والمناطق شبه الاستوائية؟ لماذا تتراجع مساحة القابات في الوطن العربي؟ وضح مفهوم الرعي الجائر والأضرار الناجمة عنه. نستعرض أمامك عزيزي الطالب إجابة النشاط. 1- تسمى الزراعة في مناطق السافانا المدارية والمناطق شبه الاستوائية بالزراعة المتنقلة، في حين تراجع مساحة القابات في الوطن العربي بسبب الاستقلال التجاري الجائر والإزالة والتحطيب وعدم وضع الخطط والبرامج الهادفة لتطويرها والظروف المناخية والبيئية الغير ملائمة. يعرف الرعي الجائر بأنه تحميل المراعي أكثر من قدرتها على تلبية الحاجة الغذائية لعدد كبير من الماشية، أو استمرار الرعي المركز من دون ترك الأراضي تستعيد دورتها الإنباتية. وينتج عن ذلك كله أن الرعي الجائر هو فقدان التربة لتماسكها أو انجرافها مع السيول وتذريتها مع الرياح. ننتقل الآن إلى الأسباب البشرية للتصحر. تصنف إلى ألف: الاستقلال المفرط للقطاع النباتي وتتمثل في الزراعة المتنقلة، تدهور القابات، الرعي الجائر. باء: إنهاك التربة وتدهورها وسوء إدارة المياه واستقلالها، تتمثل في إنهاك التربة، تملحها بواسطة الري نتيجة الري المفرط من دون تصريف المياه الزائدة. توسع الزراعات الكثيفة المتعددة المحاصيل والزراعات الأحادية الإنتاج بسبب الانفجار السكاني والزحف العمراني والحاجة للمواد الغذائية وتطور تقنيات الري، مما دعا إلى استخدام تقنيات حديثة نجم عنها ضعف التربة وإنهاكها والتذرية. وأخيراً سوء إدارة المياه واستقلالها بسبب قلة الأمطار في المناطق الجافة وشبه الجافة والتزايد السكاني الكبير. من هنا عزيزي الطالب انتهى الدرس، تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد.